توقعات المستثمرين بتلقي إسبانيا لخطة إنقاذ أوروبية ما زالت تدفع بمؤشرات البورصات الأوروبية إلى الأعلى. هذا الثلاثاء أغلقت البورصات الأوروبية تداولاتها على ارتفاع. بورصة لندن سجلت ارتفاعا بمعدل 121 نقطة، مؤشر بورصة فرانكفورت ارتفع بمعدل 164 نقطة، أما بورصة باريس فسجلت ارتفاعا كبيرا بمعدل 206 نقاط. اليورو سجل أكبر ارتفاع أمام الدولار منذ أسبوع واحد ليبلغ دولارا واحدا وثلاثين سنتا. أما سعر برميل نفط البرنت فسجل تراجعا ليبلغ 114 دولارا وثمانين سنتا.